المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الخرطوم، أبدأها بالعناوين. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتفقد دار الميقومة لرعاية الأطفال ويوجه بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل التي تواجه الدار. السودان والولايات المتحدة الأمريكية يوقعان اتفاقية لتسوية القضايا بالمحاكم الأمريكية وإكمال إجراءات حصانة السودان السيادية. بداية المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر للعمل على تطوير العلاقات في مجال التعاون العسكري. أهلا بكم. تفقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو دار الميقومة لرعاية الأطفال فاقدي السند، ووقف على الأوضاع التي تعيشها الدار بسبب سوء الخدمات وضعف الرعاية الصحية. ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الأوضاع بدار الميقومة بالمأساوية، وتعهد بمعالجة مشكلات الدار والعمل على تحسين أجور العاملين ومنح حوافز للأمهات العاملات بالدار. ووجه الدجلو بتشكيل لجنة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه الدار وإيجاد الحلول الجذرية لها. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أنه فورا ستتم مراجعة التقرير الخاص بأوضاع الدار وتنفيذ المطلوبات العاجلة في توفير الدواء. ودي فعلا مأساة حقيقية، البلد كلها تعبانة، لكن انتوا كمان حالة خاصة. نحن ان شاء الله ما جينا عشان نصور بالكاميرات دي ونمشي نقول مشينا الميقومة، ابدا. احنا جينا هنا عشان حل مشكلة ان شاء الله. نحن اللي بقدرنا عليه ربنا كله من مرتبات، من مرتبات وحوافز وتثبيت اخونا اول حاجة تياني. وناسكم وأي زول بيخدم المحل ده، ده لا فوقه سياسة ولا فوقه كلام فارغ، دي خدمة للأطفال المساكين دي. نحن إن شاء الله الشير ربنا قدرنا فيه. نحن دارين الآن في تقرير عند أخونا فارس استلمناه من الدكتورة، وإن شاء الله حنمشي نراجعه اليوم. من اليوم نبدأ لكم في تنفيذ من اليوم، خاصة الدواء، الحاجات العاجلة، الانقاض اللي قدامنا بنشوفها هنا، نجيب ناس الشركات تحت النظافه، نتعاقد معاهم طوالي، نبدا النظافه، بعد ذاك نشكل لجنه تجي تقعد معاكم، نشوف مشاكلكم كيف نقدر نحلها عشان نحلها حل الجذري ان شاء الله. فابشروا بالخير. احنا ان شاء الله ما نواعد وما نوفي، ان قدرنا عليه ربنا ده بنوفي لكم ان شاء الله في اليومين دي. من جانبها قالت مديرة الشؤون الصحية بدار الميقومة وصال علي أن الدار تضم نحو 350 طفلا بمعدل 30 طفلا في الغرفة الواحدة. وأضافت أن الدار تعاني من نقص في الكوادر ومن ضعف المرتبات وسوء الخدمات، مما أدى لتردي البيئة بالدار. 30 طفل في 14 غرفة بمعدل 30 طفل في الغرفة، بيعانوا من مشاكل كثيرة صحية ونفسية، وبنعاني من عدم توفر الكوادر وعدم توفر الاحتياجات الكلية للأطفال، يعني من أدوية، من ملابس، من أدوات نظافة. ما في شركة نظافة، يعني الأوساخ متراكمة زي ما شافوا الناس اللي قاموا بالزيارة. والأمهات بيعانوا برضو من المرتبات الضعيفة، ومن انهم بيسكنوا في اماكن بعيده وبيصلوا الدار في يعني في صعوبه شديده، يعني بالاضافه لانه في نقص كبير يعني وفي سوء في الادارات وفي الاداره. فالميقومة عايزه حلول عاجله، يعني ما يعني لانه الاطفال يعني من عمر يوم لعمر 11 سنه يعني بيحتاجوا لعنايه اكبر ولادارات قويه ولدعم كبير يعني. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والسودان اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وقد عضت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا. وبموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويتم وفقا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا. أوضحت وزارة الخارجية تعليقا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان أنه لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حاليا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة الخارجية إن تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتم من استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في القائمة، يتم متى استحق وقته، وينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء جميع القوانين المتصلة به. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر أن التغيير الذي حدث في البلاد كان تغييرا عميقا جسد قيم ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد لدى مخاطبة ورشة آليات التغيير والإصلاح المؤسسي في الخدمة المدنية والتي نظمها حزب المؤتمر السوداني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت، أكد ضرورة تبني استراتيجية وطنية للإصلاح تتم ترجمته على الواقع وصولا إلى خدمة مدنية متمرسة ومنضبطة، داعيا إلى ضرورة النظر لتجارب الدول الأخرى والاستفادة منها في تحقيق النهضة، مشيرا إلى نماذج سنغافورة وماليزيا واليابان. وقال جابر إن تنمية الموارد البشرية وصناعة الكادر البشري هي التي تقود عملية التنمية والإصلاح في البلدان، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوصف الوظيفي وبناء القدرات باعتبارها من مرتكزات إصلاح الخدمة المدنية. التغيير مهمة، إرضاء مهم، الانفولفمنت بتاعهم مهم، حتى الديليجيشن بتاع الاوثوريتي مهم، organization culture مهم، التيم بيلدينج اهم حاجه. انا افتكر انه يعني دي اذا كان نايب، بعد ذاك ثاني بتجينا المرحله بتاعت التشريعات والاعاده بتاعت التقييم والكلام ده، واخيرا يا جماعه احنا لازم يكون عندنا يعني في استراتيجيتنا برضو انه التطبيق بالمناسبه، التطبيق والاستفاده من الرقمنه، لانه العالم بعد ده يا جماعه ماشي يعني الشغلانه دي فيضان، بشيلك يعني اذا كان ما مشيت انت للشغل بتاع الديجيتال ترانسفورميشن حتمشي ولا على كيفك يعني. ونحن الحمد لله سي يعني ان تيمز اوف شغل بتاع انفراستراكشر افتكر عندنا يعني بنحتاج لشغل بتاع داتابيس اكثر، اللين بتاع الكيبل انا افتكر موجود، التعاون موجود، ناس موجودين، انا افتكر ناسي برضه الموجودين ككليبر في الشغل بتاع الداتابيس ممتازين جدا، لكن الكلام ده نحن نطبقه ويطبق مع رؤيتنا دي ونصل الى البيبرلس ريبورتنج، وانت قاعد في بيتك يو كان بوك يو كان سيف يو كان دو انيثينج. بدأت جلسة المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. وتناولت المباحثات مجالات التعاون العسكري المختلفة، وأكد رئيس هيئة الأركان حرص السودان على تطوير العلاقات مع مصر في مجالات التعاون العسكري والخروج بها إلى آفاق أرحب. من جانبه أشار حجازي إلى الإرادة السياسية المتوفرة لدى قيادتي البلدين والتي تمثل محفزا للتفكر حول جميع القضايا والوصول لرؤى مشتركة تعبر عن مصالح البلدين وشعبيهما
ببعدها الاستراتيجي في ظل الأوضاع الإقليمية التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك. أكد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دجلو أن قواته تعمل على دعم ومساندة الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني من أجل استقرار السودان من خلال مجابهة التحديات التي تواجه كل ثورة. وقال دجلو خلال مخاطبته الحشد الجماهيري من الطرق الصوفية والإدارات الأهلية بمدينة كدباس بمحلية بربر بولاية نهر النيل خلال زيارة خاصة للشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ مسجد وخلاوة كدباس، قال إن الدعم السريع منذ تكوينه عمل على استقرار ووحدة السودان من خلال جهوده في حل كثير من القضايا خاصة قضية دارفور وجمع السلاح وإجراء المصالحات ومحاربة التهريب والإتجار بالبشر. وقال قائد ثاني قوات الدعم السريع إن البلاد بدعوة المشايخ وصبر وعزيمة أهلها ستعبر خاصة بعد التوقيع على السلام ورفع الحظر، مشيدا بالجهود الإنسانية والوطنية التي قام ويقوم بها مشايخ الطرق الصوفية. فاصل مشاهدينا ونواصل الأخبار من قناة الخرطوم. احتفلت وزارة الصحة بولاية الخرطوم باليوم العالمي للبصر الذي يصادف 31 من أكتوبر كل عام، وذلك بمستشفى الوالدين الخيرية التخصصي. يأتي الاحتفال لنشر ثقافة الوعي بأهمية الكشف المبكر على العيون حتى يتلافى المريض مرحلة العمى، ولإشاعة ثقافة الكشف الدوري للأمراض التي تتسبب في العمى والمتمثلة في المياه البيضاء التي تمثل 50%، إضافة إلى اعتلال الشبكية والسكري والجلوكوما. وأوضحت الدكتورة عبير السير مديرة إدارة صحة العين بوزارة الصحة بولاية الخرطوم أن هنالك أكثر من 225,000 كفيف بالسودان، ودعت المواطنين لأهمية الإسراع في الكشف على العيون لتفادي هذه المراحل المتأخرة والحرجة. هذا وقد تضمن برنامج الاحتفال الكشف والفحص المجاني بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز البصريات، إضافة إلى توزيع القطرات والنظارات بأسعار مخفضة. في اليوم العالمي للبصر ضيع بيكون فيه الفحص والكشف المجاني في جميع المستشفيات، مستشفيات حكومية، مستشفيات خاصة، مراكز البصريات، الكشف والفحص مجاني. والشيء الثاني بيكون فيه توزيع لقطرات برضو مجانية، والنظارات بيكون سعرها مخفض جدا جدا. اليوم العالمي للبصر عشان نحن ننشر الثقافة بتاعة الكشف الدوري، الكشف الدوري للأمراض اللي هي بتسبب لنا العمى. من أكبر مسببات العمى في السودان المياه البيضاء. المياه البيضاء بتمثل لنا 50% من مسببات العمى. فعشان كده نحن حريصين جدا انه مستوى العمليات البيضاء في السودان يرتفع كل سنه. الهدف بتاعنا انه يكون العمليات بتاعت المياه البيضاء تكون اعلى من السنه اللي قبلها. والشيء الثاني، نظمت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم بالتعاون مع مركز جنان التخصصي للأورام وعدد من المراكز المتخصصة منتدى ساحة الحرية الثقافي حول سرطان الثدي، سبل الوقاية والكشف والعلاج، وذلك بهدف تقديم التوعية والتثقيف حول المرض. ودعت اختصاصية علاج الأورام الدكتور رشا طه السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر المراكز المتخصصة المنتشرة بكل أنحاء ولاية الخرطوم، وأكدت على تعاون عدد من المراكز المتخصصة في المجال لتقديم خدماتها للسيدات للعناية بصحتهن. ودعت السيدات إلى الاهتمام بالكشف المبكر شهريا لتسهيل عملية العلاج والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية. وأشادت بجهود هيئة التأمين الصحي في تقديم خدمات التأمين الصحية والعلاجية للمرضى. الوردي مبادرة حواء أبقى عافية بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي ومركز جنان التخصصي للأورام ومركز العناية بالثدي. في خلال شهر أكتوبر تمت هذه المبادرة للكشف على السيدات المؤمن عليهم. بالنسبة لنا كان الكشف بيتم في مركز جنان التخصصي للأورام، وبعد كده الخطوة التالية بتكون
في مركز العناية بالثدي. الفترة اللي فاتت كان الكشف مجاني ودرجنا لأنه ننشر الوعي في أكبر نطاق أنه لازم السيدات يكشفوا مبكر عشان نقدر نكافح المرض أو نكتشفه مبكر ونقدر نعالجه وتكون نسبة الشفاء عالية. فمن هنا أنا بدعي كل السيدات أنه يواصلوا الكشف المبكر، حيكون مواصل مجاني خلال طيلة فترة العام في مركز جنان التخصصي للأورام وفي كل المراكز المتخصصة. وندعي أنه نتمنى أنه كل السيدات يكونوا بخير وعافية. أوضح رئيس مبادرة الوزير جادين جد الشريف جار النبي أهمية إشاعة روح التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام ومحاربة الفتنة والتصدي للمسببات التي تساهم في التفكك وهتك النسيج الاجتماعي بين مكونات بناء ونهضة السودان. جاء ذلك خلال مخاطبة اللقاء الكبير بالحاج يوسف منطقة التكامل مربعات 3 و4 بحضور لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة والفرق الرياضية ومواطني المنطقة. وأشار جار النبي إلى أهمية العمل بروح النفير والتكاتف والعمل على تطوير البلاد والاهتمام بالثقافة السودانية والاهتمام بالفرق الشعبية والتراثية وتطوير السياحة والاهتمام بالأطفال وتطوير مواهبهم والعمل على تنمية البلاد. الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل وتتابعون فيها. مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تستأنف غدا الأحد بين الدول الثلاث لرفع تقرير للاتحاد الإفريقي خلال أسبوع. تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي برئاسة السيدة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. وتوافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي. شهد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا أحمد عبد الله عثمان ضربة البداية لعمليات حصاد مشاريع الإسناد الزراعي لدعم الفقراء والمساكين بولاية غرب كردفان من محلية الخوي. وقد أشاد عثمان بالجهود التي بذلها ديوان الزكاة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لصغار المزارعين. دشن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا أحمد عبد الله عثمان ضربة البداية لعمليات حصاد الفول السوداني بولاية غرب كردفان من محلية الخوي. وقد أشاد مولانا عثمان بالجهود الكبيرة التي بذلها ديوان الزكاة بغرب كردفان من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لصقار المزارعين. هذا المشروع رايت بمنطقة أو بمحلية الخوي منطقة حمير أصيل، وهذه المنطقة يستهدف فيها ديوان الزكاة عدد كبير من المزارعين في حدود 73 أسرة، والمساحة المزروعة 750 فدان، وهذه مساحة كبيرة جدا جدا يستفيد منها هؤلاء المزارعين وتصب في الناتج القومي ويستفيد منها الشعب السوداني ككل. نحن في الأمانة العامة نسمي دور ديوان الزكاة بالولاية بصفة عامة وبهذه المحلية، ونسمي جهود الزملاء والزميلات بديوان الزكاة. الأستاذ بشير محمد عمر أمين ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان إن عدد المستفيدين من المشروع الزراعي بغرى حمير أصيل قد تجاوز 70 مستفيدا في المشروع الجماعي. هذا المشروع استفاد منه حوالي 73 شخص، التكلفة المالية تقدر بضرب حوالي 7-15 مليون جنيه. حقيقة يقوم الديوان بتقديم كل المدخلات الإنتاج إضافة إلى ذلك إسناد للمزارعين. العام القادم إن شاء الله سوف يتوسع الديوان في هذه الزراعة بشكل كبير جدا، ونفتكر أنه إحدى المشروعات التي درت دخلا كبيرا للفقراء والمساكين مقارنة بالعام السابق.
الأستاذ وليد عبد الله رمضان مدير إدارة المشروعات بديوان الزكاة بغرب كردفان أكد أن إدخال الآليات الحديثة ضمن الدورة الزراعية ساهم بقدر كبير في زيادة المساحات المزروعة هذا العام. تم إدخال مجموعة جديدة من الآليات الزراعية ساهمت بصورة كبيرة في زيادة وتجويد المساحات المزروعة إلى 7500 فدان بعدد من محليات الولاية. المحاصيل المستهدف زراعتها في هذه المساحة: الفول السوداني 4400 فدان، ثم الذرة 2250 فدان، السمسم 500 فدان، حب البطيخ 250 فدان، والكركديه 100 فدان. هذا وقد أجرت قناة الخرطوم الفضائية استطلاعات واسعة بين المستفيدين وخرجت بالحصيلة التالية: أنا نور محمد النور وزارع في المشروع ده، مستفيد الحمد لله، عندي 10 فدان، والعشرة فدان ما شاء الله الفولاية لو سليت الدبسة بتعمل لها 160-170 مستفيدة، يعني 90% 95% الصلاة على النبي. الدائم مخاي محمد حسين، مواطن قرية الحريق. أولا أنا من ضمن المستفيدين من هذا المشروع، وإنسان متزوج 4 نساء وعندي 22 فرد ومعاق. الاسم مهلا فضل الله عبد الله بقرية شلوت أبو الحية. نشكر كل الناس الجونة زائرين ونشكر المشروع ما شاء الله. لا. لقناة الخرطوم الفضائية من ولاية غرب كردفان الخوي. يدشن الفريق الركن مهندس الخاتم الطيب مدير شركة مطارات السودان القابضة صباح غد الأحد العمل بصلة كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي بعد إيلولتها لشركة المطارات القابضة من القطاع العام عن شركة تاس وهي من القطاع الخاص، تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد. وامتدح سعد جبير مدير صالة كبار الشخصيات قرار لجنة إزالة التمكين، مشيرا إلى أن إعادة التشغيل بواسطة القطاع العام ستجعل تقديم الخدمات لكبار الضيوف وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية الإيكاو، معلنا عن خطة لتوسيع الصالات وإضافة صالات جديدة لزيادة الساعات الاستيعابية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وركاب الدرجة الأولى. نشرة الأخبار وقد تكملت من قناة الخرطوم، أعود مذكرا بالعناوين: النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتفقد دار الميقومة لرعاية الأطفال ويوجه بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل التي تواجه الدار. السودان والولايات المتحدة الأمريكية يوقعان اتفاقية لتسوية القضايا بالمحاكم الأمريكية وإكمال إجراءات حصانة السودان السيادية. وبداية المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر للعمل على تطوير العلاقات في مجال التعاون العسكري. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم بخير.